شبك انت التاني؟ لسه حاطط لي الحزم بالجرن وقاعد؟ فوزية مشان الله تركيني بهميها. فايز في شي؟ هلا هلا البنت اللي كنت حاطط عيني عليها وناوي اخطبها السنة الجاية. ايه شبه؟ طلعت اختي برضاعة. معقولة؟ شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقلك يا فوزية، ما بزل عليكي. ولي بس ما يطلع خطيبي خليل اخي برضاعة كمان. معقولة يطلع خليل اخونا برضاعة؟ يا حبيبي على القفلة. تفضلي. يا ستر يا رب، لشو القرآن؟ حتى تحلفي عليه انك ما رضعتيش خليل. اذا مشان خليل انا متأكدة اني ما رضعته، وبحلف انا مطمنة. وشلون متأكدة بقى؟ لانه خليل انولد برات الضيعة، وابوه كان عم يخدم بحمص، وما اجن عنا على الضيعة الا بعد ما صار خليل بالمدرسة. الحمد لله والف الحمد لله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه وشو ناويين تعملوا هلا؟ والله يا ابو خليل بالوقت الحاضر اجلنا موضوع فواز شوية. بقى شوفوا انت ايمتين بتحبوا تزفوا خليل على فوزية، نحن جاهزين. ماشي الحال. ايه؟ على بركة الله. اهلين عمي ابو فواز. اهلين عايشي. يسا مهديات سلاوني. الحمد لله منيحة وايديك. شو عمي ابو فواز؟ ان شاء الله لقيتوا عروس لفواز. ها؟ لقيتوا عروس لفواز؟ ايه لقينا. مين بسلامتها؟ انت من بعد اذن ابو خلال طبعا. انا؟ اي انت، لاني متأكد 1000% انه ام فواز ما لحقتش ترضعك، لانه عمرك من عمرها تقريبا. عمر الورود يعني.